للمرة الرابعة يؤجل مجلس الوزراء الجزائري المصادقة على مشروع قانون الإعلام الجديد لإدراج بنود جديدة، منها ما تعلق باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة، والذي يتولى البث في القضايا ذات الطابع المهني في كل التخصصات الإعلامية. كنقابيين كناشرين نطالب بتنظيم القطاع لإعادة الصحافة للصحفيين، لأنه خلال عقدين كاملين من الزمن يعني كان هناك الكثير من الدخلاء على القطاع الذين أعادوا فسادا في مهنة الصحافة الشريفة والنبيلة في الجزائر، وبالتالي هذه المنظومة القانونية يرجى منها تنظيم القطاع وتطهيره وإعادة الصحافة للصحفيين من أجل منظومة إعلامية تكون احترافية. وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بفرض التوطين الإجباري على القنوات الجزائرية الخاصة التي تنشط داخل البلاد بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، لتصبح هذه القنوات خاضعة بالكامل للقانون الجزائري وتبث من الجزائر. اليوم نقدر نقول بالقنوات، أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة التوطين تاعها راهو عبر تيديا، وهذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية هي تجهيز تيديا لمحطة أرضية إنستاسيون تيرستر من الشهر، على حسب الموديل العام، من شهر فبراير إن شاء الله تكون جاهزة. الأمور هي ماشية تكون جاهزة، وباش كل قنوات تولي 100% تمشي بقانون جزائري. وتؤكد السلطات الجزائرية على ضرورة توطين القنوات التلفزيونية الخاصة لمكافحة تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، حيث أن أغلب هذه القنوات مسجلة من الناحية القانونية في دول أجنبية وتبث من هناك. مرت 10 أعوام على ظهور القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر، ولا يزال الإطار القانوني المنظم لنشاطها يراوح مكانه. وضعية جعلت من الإعلام قطاعا غير مستقر من الناحية المهنية، وهشا من الناحية الاقتصادية لغياب استثمارات كبيرة لعدم وجود الضمانات القانونية اللازمة. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.